السلام عليكم الخوت، صافا بخير، لاباس عليك؟ كلشي بخير، لاباس عليكم، هانين، لحظتكم. نتمنى تكونوا بخير في هذه الظروف الصعبه. نتمنى الوالدين نتوما يكونوا بخير وعلى خير، العائله كلشي الحمد لله. بالنسبه للدراري شي اصدقاء ديالي بغاو شي بروغرام ديال التغذيه. بالنسبه للبروغرام ديال التغذيه، اول حاجه غادي نقول بعدا اهم حاجه اللي خاصنا نديروها، هي اول حاجه بعدا باش غادي نبداو في تنظيم الضغطية. اول حاجه السكريات خصني نحيدوهم. السكريات يعني شنو هما؟ السكر الابيض، خبز ديال الزنقه، كومير، وداكشي ديال تنشري من الحانوت، السقاطه، داكشي ديال البيبويات وبيبويات، وداكشي ديال الميتفي والكريم والرايب، وداكشي كامل خاصني نتفاداه، خاصني نحيدو. ثاني حاجه ندوزو ثاني لي ساندويتش ديال برا، راه هذا بيتزا، هذا تاكوس، هذا سميتو بوكاديوس، هذاك الشيء كامل حتى هو خاصنا نحيدو. وداك الشيء ديال القلي في الدار، نقدر نمشي نبقى ندير داك الشيء ديال القلي، شي حاجه في مقله ولا ندير الزيت ونبقى نقلي، هذا الشيء كامل خاصنا نتفاداو، تنحيدوه هذا الشيء. ها باش تندخلوا في تنظيم التغذيه. تنظيم التغذيه اهم حاجه بعدا غادي نشوف لي بروتين، بروتينات، كربوهيدرات والدهنيات، بليس لي فيتامين و سميتو بروتينات. بالنسبه للبروتين الطبيعي عادي عندنا في التغذيه، عندنا الابيض ديال البيض، يعني البيض، صدر ديال الدجاج، السمك، اللحم ديال البقر البقري، الطونه حتى هو فيه دي بروتين. بالنسبه للكربوهيدرات كاين الشوفان، وكاين الروز، كاين البطاطا، كاين بطاطا عاديه، وكاين بطاطا حلوه. بطاطا حلوه تنفضل انا بطاطا حلوه. بالنسبه للدهنيات الصحيه كاينين زيت العود، كاينه في الافوكا حتى هي فيها دهنيات صحيه، كاين في القرقع، كاين في اللوز، كاين حتى في الصفر ديال البيض. يعني هالبروتينات، الكارب والدهنيات، بليس لي فيتامين. لي فيتامين راه كيتشريهم من لا فارماسي، تيستعملهم. المهم احنا قلنا لك دابا هادو بالنسبه للكربوهيدرات والبروتينات والدهنيات. دابا كيفاش خاصنا غادي نستفوهم باش نمشيو بروغرام ديال شحال من وجبه عندنا في النهار. بالنسبه للدراري عاديين، اي رياضه من غير كمال الاجسام، نقدر ندير 4 الوجبات يكونوا مزيان، على الاقل 4. وخاصني نركز على الوجبه ديال الفطور، شي الوجبه ديال الفطور اهم وجبه، كاين اللي ما تيفطرش وتا الليل باش ياكل مزيان، هذاك هو اكبر خطا بالنسبه لي انا، اكبر خطا. الوجبه ديال الفطور خاص تكون متكامله، راه اهم وجبه هي الفطور. خاصني نوض تندير الكارب، الشوفان مثلا، تنقاد القياس ديالي انا على حساب كل بوا، وشنو واش بغيت نشف اولا بغيت، المهم على حساب كل لود بوا ديالو. مثلا نعطيك انا مثلا 200 غرام ديال الشوفان، تندير مثلا 6 البيضات، مثلا 6 البيضات، انا نعطيك مثلا، انت تدير واش تنقص منها ولا غدير، المهم انت على حساب شنو بغيتي. 6 البيضات تدير جوج كومبلي، وربعه تحيد الصفر، تدير البيض بوحدو. تندير واحد قهوه نوار ما فيها السكر، حق السكر هضرنا عليه خاصنا نحيدوه. يعني ها دخلنا الكارب، دخلنا البيض فيه الدهنيات في الصفر جوج اللي خلينا، والبروتين في البيض سميتو. قهوه تنديرها كحله، بليس الا كانت شي بنانا ما كانش ماشي مشكل. وبلا السكر اللي محيد انايا تندير واحد 5 تمرات، 5 تمرات. يعني انا فطرت فطور كومبلي، يعني الجسم ديالي غادي يستافد، فهمتي. ها هنا درنا الشوفان، درنا هاتي، دابا تندوزو للوجبه الاخرى الثانيه اللي عندنا. بالنسبه تنهضر على 4 وجبات دابا. هذيك الوجبه تندير فيها مثلا، درت الشوفان في الصباح، ندير الروز، فهي مثلا ندير 200 غرام ديال الروز، وتندخل البروتين صدر ديال الدجاج. صدر ديال الدجاج حتى هو تندير 250 ولا 200 غرام، تنديرو، وتندير الالياف، تندير اطعمه نباتيه، تندير الخس، سلطه، تندير الخس، وتندير هذيك اللوبيا الطويله، هادو ملي كنت نستعمل انايا بزاف، تا
تندير هادوك والخس وتندير الصدر ديال الدجاج، يعني دخلت الرز دخلت عليه دخلت البروتينات. بالنسبه للوجبه الثانيه اللي غادي تكون من بعد الوجبه الثانيه من وراء الوجبه الثانيه، الى دخلت تندخل الشوفان تندخل الرز وتندير في الوجبه الثالثه تندير البطاطا، يا اما بطاطا عاديه ولا بطاطا حلوه. انا تنفضل البطاطا حلوه تكون حتى هي تندير مثلا 200 غرام. ولا دخلت البروتين في الصباح دخلت البيض ودخلت الوجبه الثانيه دخلت فيها صدر ديال الدجاج، الوجبه الثالثه تندخل بروتين اخر مختلف، يا اما اللحم يا اما السمك. الا كان شي واحد بغى يتفادى اللحم يتفاداه ماشي مشكل، ولكن يدير السمك. انا تنفضل جوج وجبات ديال السمك في النهار احسن لي انا ما ندير اللحم بالنسبه لي انا. يعني المهم الا بغيتي تمشي البروغرام دير مثلا كفته ريجيم او لا ستيك، راه كاين ستيك ديال اللحم ديال البقر بقري اللي خالي من الدهون، والوجبه الاخرى الرابعه مثلا تندير فيها الرز وتندير فيها السمك. يعني دخلنا كل كارت ندخلو بوحدو، ودخلنا شحال من البروتين، دخلنا البروتين ديال البيض صدر ديال الدجاج، ودخلنا ديال اللحم، ودخلنا ديال السمك. واللي بغى يحيد اللحم يدير السمك بلاصتو، او لا يدير جوج وجبات ديال الصدر ديال الدجاج ويدير وجبه ديال الحوت وحده فيها ديال البيض. هذه بالنسبه لسميتو اربعه الوجبات. اما بالنسبه للدراري ديال كمال الاجسام المبتدئين هذيك بالنسبه لهذوك تتكون خمسه الوجبات كافياهم بلا ما يوصل حتى سته. بقاش كيدير سته وكيدير سته، ولكن حسب كل المستوى اللي كان اللي كاين. المهم هادو النيت تزيد وجبه من هادو تكمل بها خمسه، هي النيت مثلا جوج وجبات ديال الرز وجوج ومعاهم جوج ديال معاهم لي بروتين فيهم السمك، او لا جوج وجبات ديال بطاطا وفيها معاها صدر ديال الدجاج. يعني المهم نفس البروغرام هو تزيد وجبه من هادو تزيدها. هذا هو بالنسبه للبروغرام. واحد الحاجه اخرى ثاني اللي مهمه بالنسبه لاكلت ما بين الوجبه والوجبه تندير واحد ساعتين كي توصل. المهم انا ماكسيموم ساعتين هي مزيانه. الوجبه ما بين الوجبه الاولى والثانيه والثالثه تتكون ساعتين، ولا ضرني الجوع ديك الوقيته ما بين ساعتين تنشرب فيها الماء مزيان، لقاش الماء هو مهم وضروري. صافي هذا بالنسبه لدور البروغرام. وبالنسبه للفواكه الجافه كما قلنا في الاول القرقاع واللوز مزيانين حتى هما، ممكن حتى هما تدخلهم. هذا هو البروغرام بالنسبه لهذو لي تخدي كله. دابا كاين اللي تيبغي يدير بروغرام، كاين اللي ما خدامش، كاين اللي على حساب كله وجيبو، فهمتيني؟ هذا هو علاش تقدر انت انا كتب في الاول سته البيضات، تقدر دير ثلاثه، تقدر دير اربعه، المهم على حساب المستوى في بغيت توصلي، على حساب كله كيف اش تيشوف فين بغى يوصل. المهم واحد تيبدا بهادشي وان شاء الله نهار يسهل عليه الله واحد يخدم وسميتو راه غادي يولي صرف ثاني من جيبو، غادي يزيد. كان تيدير سته البيضات غادي يولي يدير 10، غادي يولي يدير 8. المهم على حساب سميتو على حساب الفلوس مثلا اللي عنده غادي يولي ثاني. المهم غادي يزيد في الوجبات وحيه وحال قليله قد ما بغيتي تشوف واحد المستوى اللي كبير وبعيد، ديما تزيد الوجبات وتزيد ثاني تخسر الفلوس وسميتو. ونرجعوا دابا للبروتين الاخر اللي تيسولوا على الدراري ديال الحكاك وسميتو. انا بالنسبه لي احسن بروتين انا هو اللي فيه نسبه السكر هابطه، هذا هو بالنسبه لي انا احسن بروتين بالنسبه للدراري اللي بغى يدير واحد الكتله عضليه زوينه وسميتو من غير داك العماص. ثاني حاجه غادي باش نختموا بها، حاولوا تتفادوا هذاك الكارب ديال كما قلنا لك في الاول الخبز والسكريات وداكشي ديال لي بات بالليل، وداكشي هذاكشي غير صحي وتيطلع ويخرجك داكشي ديال الكاش، ومهم تطلعش عندك واحد الفورما اللي تتبان زوينه. هادشي هو، وتهلاو ليا فراسكم، ونتمنى العائله ديالكم تكون كلشي بخير وعلى خير، ويا ربي نخرجوا من هذه الازمه هذه اللي فيها العالم كامل، ونتمنى الشفاء جميع المسلمين داخل المغرب وخارج المغرب. وراكم عزاز وتهلاو ليا فراسكم، الله يحفظكم. وباش ما كان راه غنعطيكم شي فيديو اخر ثاني ان شاء الله، شي معلومات اخرى ثاني ان شاء الله. كاين بزاف الشيء ديال التغذيه راه بحر، ونتمنى كلشي يكون بخير على خير، وتهلاو ليا فراسكم وراكم عزاز، ومن نتمنى تشجعوني.